المستشفيات دي موجودة في بورسعيد دلوقتي جاهزة؟ خليني يا فندم بس أعقب على نقطة ست النايبة قالتها، إن القانون التأمين الصحي الشامل أو المنظومة الجديدة تغطي كافة الأمراض، كافة جميع المواطنين بالكامل. بس نرجع ونقول في نقطة بأكد عليها، الخدمات الوقائية أو خدمات الطوارئ. الخدمات الوقائية وخدمات الطوارئ هتغطى من قبل، بعيدا عن اشتراكات التأمين الصحي خالص، هي دي تغطى يعني وزارة الصحة هي اللي هتقدمها. بس انا بالنسبه انا كمواطن بالظبط عشان بس الناس تفهم، انا كمواطن سواء كانت امراض مزمنه بالزبط. او طوارئ او عيادات خارجيه انا متغطي او داخل اعمل اي حاجه وقائيه تنظيم اسره بالظبط، انا مش دافع فلوس بالظبط. دي الحقيقه ده فعلا. انا عندي كام مستشفى في بورسعيد بتقدم الخدمه دي دلوقتي؟ احنا عندنا 7 مستشفيات طبعا، عشان نختار فكرة او تطبيق المنظومة على الارض دي كان في شغل قبل كده بكتير جدا، وتم تأجيلها مرة وتم إعادة النظر فيها يعني كذا مرة، لان احنا درسنا الكثافة السكانية، درسنا احتياجات الاحتياجات من الامراض، الامراض المتوطنة في المحافظة، الاحتياجات الخدمات العلاجية الموجودة واللي احنا محتاجين نقدمها. فبالتالي فالموضوع خد وقت لغاية ما طلعنا بسبع مستشفيات تقريبا بنقدم جميع الخدمات الموجودة في بورسعيد الان. هو زي ما حصل حضرتك امبارح، خدمه زي خدمه زراعه القرنيه او خدمه زي زراعه القوقعه دي ما كانتش بتتم خالص في مدن القناه، دي لاول مره بتتم في مدن القناه، وطبعا كانوا من اوائل العمليات اللي تمت في التامين الصحي الشامل او الجديد. الدكتوره كانت بتتكلم دلوقتي انه في ناس عندها التامين الصحي، كان عندها خدمه التامين الصحي من المواطنين في بورسعيد. تمام يعني مثلا ما بورسعيد دي مدينه من مدن القناه، العميل في هيئه قناه السويس، كل هيئه كان عندها التامين او الخدمات اللي بتقوم بيه بالظبط. ده بقى هيعمل ايه؟ ده هيفضل تبع الهيئه بتدفع له، ولا هو زيه زي اي حد؟ يعني الناس اللي عندها تامين قائم بتعمل فيه ايه؟ اللي عندها تامين قائم يا فندم هو القانون تم ادماجه في البرنامج ده بالظبط، يغطي يعني زي ما اقول حركة، هو حتى اليو اتش سي كفر، اليو اتش سي او اليونيفرسال هيلث كفرج، منظومه التامين التغطيه الكامله، التغطيه الكامله بتبقى امبريلا، وتحتيها بيجي كل انواع التامين المختلفة. يعني هم كلهم سواء كنت في هيئه او برا بتاخد نفس الخدمه. حتى حضرتك لو انا هيئه معينه او هيئه باسم معين، انا ليا مثلا مستشفى او مستشفيتين، لا انا في الاخر انا بدي لحضرتك منظومه كامله فيها عدد من المستشفيات. وزي ما سيادة النائبة قالت، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بتدي اشتراطات ومعايير، بتقدم بقى ان انا ممكن عديد من المستشفيات تخش في المنظومة، بعد كده اقوم موجه انا المتلقي الخدمة او اللي هو مستقبل الخدمة بالنسبة لي اللي هو المنتفع، يقوم مختار الخدمة. مثلا يقول انا والله بورسعيد مثلا، عشان احنا بنتكلم على بورسعيد دلوقتي، مستشفى بورسعيد العام، لا انا مش هروح مستشفى بورسعيد العام، انا اضطر اروح انا عايز اروح مستشفى بورفؤاد، انا عشان هي نفس الخدمه دي موجوده هنا وموجوده هنا، موحده عن طريق معايير واشتراطات بالفعل تم التسجيل بتاع المواطن العادي او مواطن بيشتغل. زي ما كنت بقول لحضرتك، بالنسبه للواحد من القطاع الخاص بيشتغل في محل، بيشتغل في شركه، ده مين اللي بيدفع له اشتراكه وبيتعامل ازاي؟ صاحب العمل. صاحب العمل هو بيدفع اشتراكه. ايوه هو اللي يدفع اشتراكه. نسبة لصاحب العمل. مين اللي يتاكد انه صاحب العمل بيدفع الاشتراك؟ ما هي دي بتدفع في التامينات بتاع العامل.